المستشفى العسكري هذا الجزء من قلبنا يا سيدي بغض النظر شو اول شيء الماليه تدرس الموضوع ولا تأخذوا الارقام انتم كاعلام اخوان الاعلام هو الصوره الحقيقيه لاي بلد يحتاج كل الدعم ويحتاج كل الاحترام والتقدير ولذلك احنا ما انا بالنسبه لي كعضو لجنه ماليه مش شايف في مشكله بانتهاء الجلسه او فض الجلسه لانه في حدث طارئ واعلن عنه رئيس المجلس امام الاعلام كامل فلذلك يعني برنامج الجلسه فتناقش برنامج الموازنه والموازنه ناقشناها احنا قبل لا يجوا على الاجتماع احنا نكون مناقشينها من ما نشوفها متواضعه الاعلام بحاجه الى دعم شكرا